الريان. الريان مشاهدينا الكرام يصل بأمان وبسلام مع بن فهران. الريان وشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في هذا الشوط ولحظات وصوله إلى خط النهاية. قاطع المسافة في 6 دقائق 22 ثانية جزئين من الثانية. نهني سعادته على هذا الفوز، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. كما نهني سالم بن فهران المري المركز الثاني، يصل في المركز الثاني. الأمرع يصل في المركز الثاني، 6 دقائق 23 ثانية جزئين من الثانية. نهني صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. كما نهني سليمان بن رويشد الجهني المركز الثالث. يصل شعار بن أهليل، 6 دقائق 24 ثانية 8 أجزاء من الثانية. شاهين نهني محمد بن طالب بن أهليل المري، انطلاقة جديدة وشوط جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل المشاهدين وبكل الحفل الكريم، الحضور الكريم الذين يشرفون هذا المضمار وهذا الميدان، ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة. وهذه الانطلاقة السابعة مشاهدينا الأعزاء في مجموع أشواط هذه الأمسية وهذه الليلة. المقدمة أيها الأخوة الكرام أفراح أحمد بن راشد بن ربيعة الكواري، تحتل أفراح المركز الأول ويقودها في هذه المشاركة. جمعه الكباشي السوداني يقودها الكباشي، أول كيلومتر ينقضي من هذه المسافة. وننتقل انتقالا إلى المركز الثاني، سلهودة لإبراهيم بن حمد النعيمي، تحتل سلهودة المركز الثاني. وأرى التسلل أيها الأخوة الكرام على صعيد المركز الثالث من قبل الفائزة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وفي التضمير فهد بن حصين النعيم، انطلقت الفائزة واحتلت المركز الثالث والمركز الرابع عند الحفار. المركز الرابع الواصلة لحمد بن سهيل بن حفار المري. وننتقل أيها الأخوة الكرام مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الخامس اللي من أقصى اليمين، هناك الداودية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. التضمير مع سالم بن فهران المري، هذه الخمس المتقدمة الأولى وللمراكز الأخرى، عفوا ومعذرة الإذاعة، فقط للخمس المتقدمة الأولى. ولكن هناك شعارات وأسماء ستدخل في عالم النداء والإذاعة بعد قليل. والعودة أيها الأخوة إلى من تقود المسار وتنطلق. يا سلام، أفراح 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 أحمد بن راشد بن ربيعة الكواري، وفي القيادة والتضمير جمع الكباشي. يلا يا جمع، حافظ على هذا التقدم والعصا في البطان، وانطلاقتها ممتازة وأيضا للغاية. المركز الثاني سلهودة إبراهيم بن حمد النعيمي، وسلهودة انطلاقتها ممتازة وانتصفت الآن المسافة، تنتصف مشاهدينا حضورنا الكريم. المركز الثالث الفائزة، والفائزة خطيرة، ومعنى هذا تبغيلها مراقبة من تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وفهد بن حصين النعيمي يقودها في التضمير. المركز الرابع، المركز الرابع الواصلة لحمد بن سهيل بن حفار، ووصلت في هذه اللحظات أيها الأخوة أول نداء للجازي. يوم عطايا الله ما تمنع ما تمنى لشرى الجازي. يا سلام يا الجازي لسمو الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. تنطلق الجازي وتتحرك وتتقدم على صعيد المركز الخامس وعملية التضمير مع سعيد الزعبي. هذه الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا بكل الواصلات وبكل المنطلقات على الرحب والسعة. نرحب بكل من أتى إلى الفايف ستار وإلى الخمس الأولى. وانطلقت مشاهدينا الأعزاء جنبا إلى جنب، هنا الواصلة أو هنا من تحتل المركز الأول. أفراح 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 وسلهودة إبراهيم بن حمد النعيمي يتسلل شعاره في هذه اللحظات مع 1200 متر. يا مضمرين اللحظات الأخيرة، الأمتار الحساسة. يا سلام، وينها لتطوي الميدان؟ طيب ليتبدل على اليمين وعلى اليسار. الله 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 الله، انطلقت مشاهدينا الأعزاء سلهودة سلهودة والكيلومتر الأخير، وسلهودة هي الأقرب للفوز، سلهودة هي الأقرب للناموس في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام،
على هذا الانطلاق القوي. المركز الهودة لابراهيم بن حمد النعيمي، المركز الثاني افراح عند احمد بن راشد بن ربيع الكواري، المركز الثالث هنا الفايزة لسمو الشيخ حمدان بن راشد. انطلقت الفايزة، يا سلام، بنكمل النداء. المركز الرابع هنا الجازي لسمو الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل، وعودتنا الى الفايزه وسلهوده وسلهوده والفايزه. يا سلام، هب هب هب، يا سلام يا سلام يا سلام. سلهوده مشاهدينا الاعزاء، وابراهيم بن حمد النعيمي ينتزع نقطة هذا الشوط، ولكن الخوف من الفايزة، الفايزة 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 والخوف، الفايزة خطيرة، الفايزة خطيرة، واحتدم الصراع. ابراهيم بن حمد النعيمي مشاهدينا الاعزاء يقود سلهودة وسلالة سلهود، سلالة سلهود، السلالة الغنية عن التعريف. سلهودة هي الأقرب للفوز، سلهودة هي الأقرب للناموس. يا سلام، ما طاعت، وسلامي عليك يا ابراهيم، مشكور يا ابراهيم، يعطيك العافيه يا من يقودها ويمضمرها. يا سلام، الله الله، سلهوده سلهوده، الفايزه، اللحظات الاخيره، اللحظات المثيره، الفايزه الفايزه الفايزه، سلهوده سلهوده والفايزه. سلهوده ما طاعت، سلهوده ما سلمت، سلهوده ابت ان تسلم المركز الاول. تهانينا والناموس لابراهيم بن حمد النعيمي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الفايزه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع لحمد بن سهيل بن حفار، المركز الخامس لسمو الشيخ محمد أو لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. هذه الخمس المراكز المتقدمة الأولى. والعودة مشاهدينا الأعزاء إلى التوقيت الزمني، لحظات وصول سلهودة إلى خط النهاية بعد معركة طاحنة على تحقيق الناموس وانتزاع المراكز الأولى. سلهودة قطعت المسافة في توقيت زمني ممتاز، 6 دقائق 15 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إبراهيم بن حمد النعيمي، ويستاهل إبراهيم المركز الثاني. الفايزة قطعت المسافة في 6 دقائق 16 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ